جه ولا لسه؟ اي نار عليك كده يا اخويا، وكل شويه بيسال عليك. طب بقول لك ايه؟ قول. اسبقيني على المخزن عشان اجي اوريك الساعه وهي بتنور في الضلمه. عينيا. طب وانا يا ناصح مش هتوريني الساعه اللي بتنور في الضلمه؟ يا بنت انا بخاف من الضلمه اصلا. اقعدي. فين يا جدعان صاحب الكباريه ده؟ تعالى يا حبيبي، تعالى يا ناصح يا نصاب. انت مين؟ انا مين؟ انا الخواجه صاحب الكباريه. الخواجه مين؟ انت اسمك ايه؟ الخواجه كاريوكي. كاريوكي؟ اه. طب سمعني حاجه. لا كاريوكي موسيقى فاضيه ما فيهاش حاجه. سمعك ايه؟ طب انا بقى ناصح. ناصح ايه؟ ما تعملش ناصح عليا. لا يا حبيبي، لو انت ناصح فعلا بحق اثبت لي. اثبت لك؟ مين بطل الدوري؟ الاهلي. ده في المستقبل، احنا زمالك. الزمالك بطل الدوري. يا عيني يا عيني عليك اهو. طيب بتروح الاستاد؟ بروح الاستاد كتير جدا. وبتقعد مع الجمهور؟ طبعا. طب غني لنا حاجه. اسمعك حاجه من الاستاد؟ يلا. والنبي يا حاج والنبي. يلا يا فرق. امتى الزمالك يكسب يا جميل؟ واقعد معاك في الدال دايمين. امتى الزمالك يا ابني؟ انت شايل الهم وجاي تركبوني؟ انا مالي الزمالك يكسب ولا ما يكسبش، انا عايز فرخه في الكباريه. خلاص يا عم صب لي كاس. كاس مصر ولا السوبر؟ لا صب لي الدوري. لا للاسف انا الدوري ما بصبهوش غير لاهلاويه. على فكره بقى الزمالك قادم. ايه؟ الزمالك قادم. الزمالك ايه؟ والله العظيم الزمالك قادم. قادم من ايه؟ من هنا. طب ابعد بقى لا يدوسوا علينا. ابعد بسرعه هيرخم. وانت يا بنت عامله ايه مع هتلر؟ يا لهوي ما تفكرنيش، هو في زي هتلر وجمال هتلر؟ تخدوده حمر وشعوره صفر وعيونه خضر. ما تدوق لنا حاجه يا قشمون. يلا يا فرقه. عيون حبيبي خضر وخضر مرمر، وخدود حبيبي حبيبي حمر وحمر مرمر. عيون حبيبي خضر وخضر مرمر، وخدود حبيبي حبيبي حمر وحمر مرمر، وشعر حبيبي صفر وصفر فر فر فر. يا اخويا فر فر فر، يا اخويا يا اخويا فر فر. ساعة ما اشوفه فايت عليا اقول يا ريتني اقف رجله، ولما ايده تلمس ايديا سكينة حامية تذبح لعجله. رجله نهار ما اشوفه تعبان قرصني رقاب نجمة. نهار ما اشوفه تعبان قرصني رقاب نجمة. نهار ما شفته تعبان قرصني رقبني جمعة. نهار ما شفته تعبان قرصني رقبني جمعة. مصر في بختي بختي الاسود يا اختي. أيوة. بس اعمل ايه؟ الله سهلتني سرته سرته، والقلب مرته مرته. احي عليه احي عليه احي عليه احي عليه احي عليه احي عليه احي عليه. يعني ايه انا ما ادخلش الكباريه؟ والله يا معلم دي تعليمات الست بديعه. انا اهو درش البحر اهو، اخش اي كباريه خلقه ربنا. حاضر يا معلم حاضر. خد يا خد. يا معلم حرام عليك، انا مالي. امشي يلا من وش يخفى من قدامي دلوقتي. المفروض يا حبيبي جل على دماغك. محدش بيرد عليا ليه يا؟ هيردوا يا معلم هيردوا. مساء الطين يا معلم. بيردوا بيردوا. انت ما بتفهمش يالا. والله ما انا دي هي اللي قالت لي ما دخلتش. هي يعني ست صح؟ اه. ينفع ست تمشي كلامها على راجل؟ لا ما ينفعش. طب امال ايه؟ ما اعرفش والله. ايه يعني انت نور وبتفهم اهو؟ اه انا اسف. افهم بقى قصدي ايه خلص. عشان بعد كده ما مدش ايدي عليك.
ايه يا معلم؟ ما انا بقول لك انا فاهم خلاص والله. فاهم ايه؟ فاهم انا مش بعد كده تيجي ادخلك والست تولع ست. انت فاهم ان انا عايز اساعدك صح؟ اه خلاص؟ خلاص والله. مفيش ستات بقى تمشي كلام على رجاله. صح. احنا رجاله ومستوعبين. صح. مفيش الكلام ده عندنا صح؟ ده بجد والله. لا احنا رجاله. لا انت وحشني اه بس مش كده يعني. اسمع بقى مني يا معلم، هم هيردوا عليك، خليك مكانك. في ايه مالك خايف ليه؟ يلا افهم يا. فاهم والله فاهم. فين الزباين؟ هو ما حدش بيرد عليا ليه يا؟ انا بخاف لما اقف في مكان واسال وما حدش يجاوب. فين الزباين؟ هو انت كنت سالت قلت ايه يا معلم؟ ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال كان ايه؟ السؤال كان لا إيه؟ خمس دقايق والم الورق بسرعه والنبي. انا جاوبت كل الملغي، مش فاهم الباقي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. اه فين الزباين؟ اللي انت كنت بتسال الزباين فين يا معلم؟ ايه يا ابني اللي انت جايبه لنا ده؟ انت بتخوفني. هي قصدها تقول لك كنت بتسال الزباين في ايه يا معلم؟ يا سمارة انت. يا ولا يا مجننة يا اللي بتسمع الكلام من اول مرة. انت اتفرجت على فيلم السبع الاف؟ في ايه يا معلم؟ اهدى كده اهدى، مالكش دعوة. انا ربنا عاطيني الصحة الحمد لله، مش عارف اسيطر على نفسي خالص. فين يالا العمدة يالا الهفق ده اللي المفروض هنقلبه؟ فين؟ ايوه فين هو؟ فين الهفق ده اللي هناخد فلوسه كلها؟ فيس فيس. فين يعني هو؟ فيس 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 فيس. انا مش قلت ما تسيبوش الراديو مفتوح؟ انتوا متخلفين. فيس فيس. انا اهو. انت هو ايه؟ انا العمده. بس يلا عيب يلا اللي انت فيه. يا عم والله انا العمده. بس عيب، خش اقعد مع اللي متسنك يلا. اقعد مع اخواتك يلا. يا سيدي من ثلاثة والله العظيم انا العمدة. ولا عيب. ايه انا مش بكتب عليك، انا بقول الحق. انا العمدة، انا العمدة سوستة. انت العمدة سوستة؟ ايوه. انت اخرك عمدة في المزرعة السعيدة والله العظيم. عمدة تطلع كده والامير مش عارف ايه يدينا 10,000 درهم هدية. انت خدت بالك؟ شد حاجة من الجو. بس انا عارف بقى الارياف في شغلها يعني ما تقلقش. ايه الدليل يا ان انت العمده؟ الدليل ان انا العمده. ادخل على جوجل واكتب www. العمده سوسته نصكم، هطلع لك انا على طول. متصور انا وحبيبه قلب صوره كده. مراتك؟ لا الجاموسه. اهو ده اربعه منه في الجنينه. لا ضفادع ولا ناموس ولا الحاجات دي خالص. هو او قرص الريد، الاثنين قد بعض على فكره. او انا عايز اعرف بس هم فصلوا بدله عيد للعمده زي بدله الضابط كده؟ ايه ده؟ عايز ايه يا؟ انا مش عايز حاجه. انت اللي جاي يا عم عمال تجر في شكل. انا كلمتك. انت مش جاي تسهر في الكباريه وتسلب فلوسك؟ ايوه. ففلوسي بقى ما انا اعطيتها لناصح يحطها في البوسطه. اعطيتها لناصح؟ والله العظيم من ساعه ما جيت ناصح ده ارجل عيل موجود هنا. اه ما هو ارجل عيل صح. والله كبرت يا ناصح عيل وبقيت تعمل عمليات من ورايا. والله لما تيجي عيل. طب بتقول لي مين عيل يا عاد؟ بقول لك انت على نفسك. ولا عايزين. انا المعلم. ماشي. والله يا جه جه وش الخير والسعد والنور والهنا. كنت فين يا عسل انت يا عمور انت يا جميل انت؟ خد بالك عشان شد حاجه من الجنب. انا شفته بقى والله. المره دي شفته والله. انا بكلمه من هنا يعني، هو بيتكلم وانا واقف له كده. استنى. ازيك يا حمار؟ الحمد لله كله تمام. اخبار الجحش ايه؟ كنت لسه بشرب برسيم جوه دلوقتي. طيب يروح يلعب مع الفتيات عقبال ما اجيلك. حنية. يلا حنية. راح بقى عليا ما تشتمنيش تاني. ما اشتمكش تاني؟ ايوه. عاملك زي ابني. اه لا انت بتقسى عليا يا ولا. يا نونو روح. يوسوسو بس يا ولا. سف على عمك كده. كخ يا حبيبي كده كخ. بقول لك ايه؟ معاك فلوس؟ معايا. تلعب؟ العب. تعالى يا حماده. بص يا عم ادي 10 و9 و8 تمام؟ انت كسر. استنى ادي 10 و9 و8 تمام. طلع الواد.
الواد اهو. غلط. معاك فلوس؟ معايا. تلعب؟ العب. ادي 10 و9 و8. طلع البت. البت اهي. عجبتني. تلعب؟ العب. معاك فلوس؟ معايا. يلا. اهو. ادي 10 و9 و8. اه. فين التسعة؟ تعبيط يا ابني ما هي. هي دي التسعة؟ هي دي التسعة. والله أول مرة أشوفها والله العظيم. فين يالا الفلوس بتاعتي؟ اه هات. خد يا عم الفلوس بقى ما تضايقنيش. مالك في ايه؟ يا عم انا متضايق لسه جاي من عند الدجال. قال لك ايه يعني الدجال ده؟ قال لي كل اللي هيحصل في المستقبل. يا عم ما تصدقهمش دول بيخرفوا. بيخرفوا ايه؟ عارف فيروز؟ عارفها البت العيلة اللي بتغني. البت العيلة اللي بتغني، انت عارف في المستقبل هتبقى ايه؟ ايه؟ كنزات. بالفواكه النسوية ولا ناس وب 3 جنيه. 3 جنيه؟ وانا هجيب طنبيل يا عم، انت مجنون يا عم. عارف صباح؟ عارفها البت الشحروره اللي بتغني. انت عارف دي هتعيش لحد مين؟ مين؟ ابراهيم كمال. مين ابراهيم كمال؟ ده اللي بعد السيسي. مين السيسي؟ يخرب بيتك. ايوه صح صح. ما تحطيناش في داهيه. خلاص. المهم إيه؟ ركز معايا عشان العصابة هتجن هنا وتسلمنا بضاعة. وهيعرفونا ازاي؟ مش مهم، انا اتفقت معاهم على كلمة سر. ايه؟ حكورة. حكورة؟ اه. حلوة وجميلة وجديدة وبسيطة. هنشوف بقى لما يجوا العصابة، عشان لو نصبت عليا هنفخك. طب بقولك ايه؟ في مصلحة داخلها كمان شوية معايا. راكب. خلاص؟ نصبايا؟ نصبايا جامدة جدا. يلا بينا نركب. عارف بالمتر. مدير الصالة دي؟ ايه؟ حمار. ماشي. نقلبه في قرشينات ومنفلق معايا؟ معايا. تعالى. يلا. انت عادي يا كرشنكوف انت. خلاص اجيب حاجة واجيب. كوريا! ايه ده؟ ايه ده؟ كوريا! عامل ايه يا عوض؟ حبيبي يالا. اخبارك ايه يا بلطجي؟ عامل ايه انت؟ مسكت ربنا فتح عليك. اه شفت الحمد لله فلوس كتير جبتها. انا باخدها كل يوم بالليل بقى. بجد؟ اه ما انا فيوع عن الناس هنا. جدع يا عوض. انتوا عارفين بعض ولا ايه يا جدعان؟ اه. اه طب بص بقى. ايه يا خبيبي؟ انا لسه جاي من عند الدجال. المزيكا اللي بتعملها في الحانه دي مش هتنفع خالص، ولا هتجيب لك فلوس ولا اي حاجه. انت مجنون؟ مجنون ايه؟ احسن فرقه في مصر. فرقه ايه؟ انا جايب لك اسطوانه من مستقبل. دي انضف فرقه في مصر. دي اشرف فرقه في مصر. دي اعزف فرقه في مصر. دي انجح فرقه في مصر. دي اجمل فرقه في مصر. دي احلى منك ومن عيلتكوا الفرقه دي. دي انضف منك ومن شعرك. يا جماعه انتوا اللي الاثنين متفقين، انا اللي مختلف معاكم. اسمع مني، مشي الفرقه دي الاسطوانه اللي معايا عليها مزيكا من مستقبل عالميه. بجد؟ اه والله. لا بس اسمع بقى، المزيكا دي فرقه عالميه. اسمع الحته دي. طب سمعني. اعزفوا حاجه. سلام الخواجه. يا ابني احسن فرقه في مصر. مصدعين ولا ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ رأس. يا رأس ايه؟ اقف عادل. ما ينفعش، الاسطورة بتقول ان الاغنية لازم تكمل. نبع معاك وحتة كده. ركز معايا. ركز. ايه؟ ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ عايز ايه؟ اسمعك بقى الاسطوانه للمستقبل وشوف الفرق. سمعنا يا خبيبي. وسع. حطها في الجرامافون. ماشي. عندي جرامافون جوه؟ بجد؟ أسير الحزن من يومي وبكت عذاب وجنون، عمري جرح في يوم إنسان ولو جرحت القلوب. الدنيا 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 اهدى يا ابني. خلاص اهدى يا ابني اهدى. هي ده يا ترموزيه. دي المزيكا. ايه رايك؟ مية مية. الاسطوانه ولا